السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الحمل. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كلها استخارة بالقرآن الكريم. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. لما أغلق بسم الله الكاشف برد الحمل، انزلوا في التعليقات وصلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرد. بسم الله الرحمن الرحيم، شايف عندكم يا برد الحمل؟ بسم الله، انت عندك انطلاقة حلوة، شايف عندك خرودة من البيت، عندك حد هيعزمك، حد هيقول لك تعالى رحلة، شايف عندك عزومة كويسة هتخليك يعني تنسى شوية أمور في حياتك. برضو عندك فرحة، يعني شايف عندك فرحة حلوة خلال اليومين اللي جايين، شايف عندك أمور حلوة، أمور يعني فيها تجديد، فيها حاجات حلوة أنت ما كنتش متوقعها، وفي فرحة في أرض بيتك. انا شايف ان عندك فرحة في ارض بيتك، يعني الفرحة دي هيكون فيها الخير، فيها رزق، فيها امور هتكون حلوة جدا. انا شايف برضو انت ديالك فرحة، الفرحة دي هتكون فيها سعيد ومبسوط، بلاش تحكي عليها وبلاش تتكلم، خلي فرحتك ليك لنفسك، خلي اي حاجة تخص سعادة قلبك تكون معاك لنفسك وليس تحكي فيها، ماشي؟ انا شايف ان انت حصل عندك انفصال ما بينك وما بين الشريك، او ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، بس انا شايف حصل انفصال ما بينك وما بين الشريك. شايف برضو في صلح، ان كنت زعلان مع الشريك او حصل انفصال، شايف في صلح ما بينك وما بين الشريك، هو كان بسبب الطرف الثالث، المشاكل اللي صارت او حصلت كانت بسبب الطرف الثالث. شايف عندك هنا انت عندك اشتياق لاطفال، لو عندك اشتياق لاطفال في اطفال باذن الله تعالى. لو عندك، انا شايف برضو ان انت بيحاول تشتري مسكن او تشتري شراء هذا، لان انا شايف في طاقة شراء، طاقة شراء، راح تشتري ممكن سيارة او منزل، او بتفكر تشتري منزل راح تشتري باذن الله، لان انا شايف في حد هيمدي لك المساعدة، حد هيساعدك او هيدعمك. انا شايف ان حد يعني هيكون واقف معاك هيساعدك مساعدة كويسة. شايف ان هو هيديك فلوس، هو بيقول لك انا هديك فلوس، هديك حاجة حلوة. انا شايف ان هو هيديك حاجة حلوة في حياتك، في شخصيتك. انا شايف ان برضو ده هيساعدك في حاجات كتيرة، لان انت كريم، قلبك صافي، بتساعد كتير، بتدي الناس كتير، لكن في ناس كتيرة ناكرة الجميل اللي انت بتعمله معاهم. الناس دي مش كويسة، مش بتحب لك الخير، معنى صح هم مش بيحبوك. في ناس كتيرة برضو بتحسدك، في ناس كتيرة مش بتحب لك الخير. الناس اللي بيحبوك دول قليلين، لكن اللي بيكرهوك كتير. بلاش يعني عايزك تربط نفسك، تحس بالخنقة، تحس بالضيق، تكون محبط، تحس بالإحباط. شايفك برضو دايما نايمة بقلق، نايمة بحيرة، نايمة بخوف، نايمين بإحباط، تعبانين. الضيق أكتر حد عندكم، كثير حدات بتفشل معاكم، ما شايفش يعني كل ما تدخلوا خطوة لقدام تردع خطوتين لورا، تفشل معاكم الدنيا. بس حسن نفسك، انا شايف عندك يعني في تحسنات، انا شايف ان في حد هتتعرف عليه ده هيدعمكم، لان انا شايف في حد واقف معاكم داعمكم. شايف برضو عندكم هنا انتصار على الاعداء، في انتصار على ناس ظلمتكم او اعداء. شايف برضو اللهم صل على سيدنا محمد، شايف عندك في حد هتطلعك لفوق، يعني هترفعك رفعه، ان حد هيسندك، في حد هيكون داعمك، هيكون واقف معاك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك برضو انت طلعت من بيتك حزين، طلعت مكسور، حد كسر قلبك، حد جرحك، شايف بكلام او رد فعل حصل معاه كسر قلبك او زعلك. شايف ان عليك مال، انت مديون بمال او عليك وعدة مال، لان انا شايف في طاقة مال، حد منتظر منك مال، هتديله المال ده.
وعليك عين، عليك عين شديدة، حد حاسدك بدل المرة اثنين وثلاثة، عليك العين صايبينك بالحسد. يعني شايف ان الحسد مش مخليك مبسوط، مش مخليك مستمتع بالحياة، حاسدينك على اي حاجة تخص حياتك، على لبسك، على جمالك، على راحتك، على خروج، حاسدينك على كل حاجة. بس عندك تعويض، وعندك نصرة، وعندك نصرة على ناس اذتك. انا شايف برضو عندك تعويض، يعني شايف برضو ان عندك هنا في شهادة، شايف في شهادة حلوة للفتاة، وشايف برضو عندكم هنا مواجهة، مواجهة هتحصل او حصلت لكم المواجهة، بس انا عايزكم يا ترموا كل حاجة ورا ظهركم، ارموا كل حاجة ورا ظهركم. انا شايف طريق سفر قدامك مفتوحة، طريق سفر. انت اصلا عايز تغير المكان اللي انت فيه، عايز تنتقل من مكان لمكان، او عايز تغير المكان اللي انت فيه، بس انا عايزك تحاول تنتصر، تحاول تكون حكيم في امورك، حاول يعني تكون حكيم في تصرفاتك. برضو انت هتدخل مواجهة الايام اللي جاية، شايف عندك مواجهة، شايف عندك رحلة جديدة، عندك كذا حياة جديدة، في البيبان هتفتح امامك، شايف باب الرزق هيفتح امامك، باب الحظ، باب السعادة، لان انت حاليا بتمسك على ايدك في المصاريف، ماسك على ايدك في الفلوس علشان خاطر تنتقل للمكان العالي، او تنتقل لمسكن جديد او لمنزل جديد. شايف برضو عندك نصرة بإذن الله تعالى. الناس دي أذتك، افترت عليك، أذتك بالسحر، تعبتك، عملت لك عراقيل، خلتك تحصل تفرق ما بينك وما بين شريك حياتك، أو حصل مشاكل ما بينكم. السحر برضو تعبك، احذر، كنا احذر من أقرب الناس ليك، احذر في ناس زي ما انت، في ناس بتحبك، في ناس كتيرة بتكرهك، في ناس مش بتحب لك الخير، لان انا شايف في حد عزيز على قلبك كسرك، درحك بكلام، او قال عليك كلام وهو ما انت ما عملتش الاشياء دي، او هكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف في حد عندك عزيز على قلبك او قريب ليك في سجن او محكوم عليه، انت منتظر، لان انا شايفك في دخول محكمة او هتدخل محكمة، هتطلع منصور. انا شايفك هتطلع فرحان وهتطلع منصور، وهتطلع منصور باذن الله تعالى بفضل ربنا، صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، هتطلع منصور من المحكمة دي باذن الله، وهتطلع احسن، هتطلع احسن ومبسوط وسعيد من المحكمة دي. خلي بالك، خلي بالك وكون حريص، ليست كل اللي في قلبك يكون على لسانك، مش كل الناس بتحب لك الخير. شايف عندك هنا، انت هنا طريق السفر مفتوحه قدامك، شايف في سفر، سفر ليك، السفر ده فيه خير وفي سعاده وفي راحه ليك باذن الله تعالى، وفيه رزق، فيه رزق باذن الله تعالى. شايف عندك نقله من مكان لمكان عاليه، هتعلي من شانك، هتعلي من حياتك، والمحكمة اللي انت قلقان منها هتطلع مبسوط وسعيد. انا شايف ان انت هتطلع مبسوط وسعيد منها. شايف هنا برضو ممكن هترضعي هنا لزوجك او حبيبك، لان انا شايف في عتاب، في كلام ما بينك وما بينه، او ما بينك وما بينها، شايف في كلام ما بينكم وعتاب، وبعد العتاب ده شايف في صلح، هيحصل صلح ما بينكم، لان انا شايف هيكون في خبر حمل ما بينكم. شايف برضه في هتدمع، في دمعة أطفال، لأن شايف برضه في فرحة في أرض بيتك، في أرض البيت في فرحة، كلكم سعداء. شايف إن هي الفرحة دي ممكن تكون ارتباط، خطوبة، رجوع للمنفصلين، أو زواج بإذن الله تعالى، في فرحة أطفال. بس حاول، أنا عايزك تغير من نفسك، تغير من حياتك، ارمي حاجات كتيرة شغلاك، ارميها ورا ظهرك، ابدأ حياة جديدة، ابدأ بأمور حلوة. شايف عندك هنا الخير والسعادة، الخير والسعادة هيدق على بابك بإذن الله تعالى، بس ارمي ورا ظهرك الهموم، ارمي ورا ظهرك الطاقة السلبية، ارمي أي حاجة سلبية ورا ظهرك، لأن أنا شايف في طاقة إيجابية. عندك سعادة، عندك سعادة، انت سعادة، عشان عندك سعادة، عشان انت ظلمت، ظلمت كتير، حد اكل حقك، حد اذاك، كسرك، لكن انا شايف عندك ردوح حق،
بس ابعد الخوف عنك، لان انت خايف قلقان على طول، التفكير 24 ساعة محتار قلقان. حاول يعني تهدي نفسك وتأقلم حياتك، لان انا شايفك هتقف على ارض صلبة، هتقف على ارض صلبة وهتمشي في الطريق وهتوصل لهدفك، لان انا شايف فينا استكمال مشروع او داخل في مشروع او حد يشاركك في مشروع في نجاح ليك، لإما من السفر لإما هيكون معاك داعم هيدعمك، هتفتح مشروع إن شاء الله هيكون فيه خيار ليك بإذن الله تعالى. أنا شايف برضه هنا في قاعدة حادة معينة، القاعدة دي هتكون ممكن قاعدة الصلح، قاعدة كلام، لأن أنا شايفك هتاخذوا قرار فيها، فيها قرار صلح، عشان برضه أنتوا قلبكم حساس جدا. قلبكم حساس جدا وهتكتشفوا سر قدامكم. وخلي بالك في ناس استاذة في التمثيل، في التمثيل الكذب، استاذة في تمثيل الكذب، في الخيانة، في الغدر، لكن ربنا يسترها عليكم من بعيد، ربنا هيسترها عليكم من الناس دي. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. انا شايف برضو ان انتوا بتمروا بمشاكل صحية، عندكم شوية تعب في الرقبة، في العمود الفقري، في الأمعاء، وشايف برضو رجليك أو مفاصلك تعبانين، وكشفت وخدت علاج بس مسكنات مش جايب معاك نتيجة، هذا من السحر، السحر عملكم شوية مشاكل، شوية عراقيل، شوية تعب. وشايف برضو أنت مكسور، حد كسرك، حد ظالمك، حد أذيك، وانتوا ما تستاهلوش اللي هو هيعمله فيكم ده، مع انكم انتوا قدمتوا له الخير، ساعدتوه، وقفتوا معاه، لكن ما تمرش فيه، لان انا شايف عليكم طاقه الظلم. في حدا واقفه معاكم، في حدا واقفه معاكم مش عارفين تخطوها او مش عارفين تخلصوا منها، عامله لكم عراقيل او عامله لكم مشكله وعايزين تخلصوا منها بس مش عارفين، محتارين، قلقانين. يعني شايف برضه هنا في ناس بعد ما انتوا كنتوا واقفين معاها اديتكم ظهرها، يعني خلصت مصلحتهم، بعدوا عنك، تركوك، نسيوك، نسيوا ان انت صاحب الفضل عليهم من بعد ربنا، نسيوا ان انت اللي دعمتهم، نسيوا ان انت السبب من بعد ربنا في نجاحهم، في وصولهم لهدفهم. خدوا بالكم، خدوا بالكم، انا هنا شايف هتخرج من اللي انت فيه، هتخرج من طاقة السحر، هيخرج السحر، وهتخرج من، هيخرج من بيتك الحسد والسحر، هيخرج من بيتك، لأن أنا شايف في طاقة نقلة من مكان لمكان، يعني ممكن تشتري منزل بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا في حد زعلان عليك قوي، في حد دايما بيدعي لك، بيحب لك الخير، شخص كبير بيحب لك الخير ودايما بيدعي لك ويتمنى تكون أنت نادح على طول. بسم الله الكاش، بس خدوا بالكم الطريق اللي انتم ماشيين فيها بلاش تتكلموا فيها، لان انا شايف انتم ماشيين في طريق صح، بس انتم يعني بلاش، مش كل الناس اللي تتعاملوا معها بالحب، مش كل الناس اللي تتعاملوا معها بالحنية، مش كل الناس اللي تقفوا معاها، لان ممكن تقف معاها توقعك في مشاكل وهي تخرج من المشاكل دي بسهولة. انا شايف برضو هنا في شخص خطط عينه عليكم بشكل كبير، انت عندكم انتصارة حلوة، عندكم اخبار تانية خالص، عندكم انتصارة حلوة بإذن الله تعالى، بس حاولوا انتوا تهدوا اعصابكم الفترة اللي جاية وتبعدوا عن الارهاق اللي انتم فيه ده، ابعدوا عن الارهاق والتعب والضيق، عشانكم برضو مهما تعمل زعلانين، زعلانين، زعلانين وتعبانين، تعبت، يئست، عندك احباط، عندك تعب، عندك ضيق، عندك الم في المعده، صداع غير منتظم، عندك الم في الظهر، في الرجلين، اكثر حدا الضيق واكثر حدا المشاكل للمنفصلين بسبب السحر، واللي متزودين المشاكل واللي لسه ما تزودتش، ما فيش اكتمال معاك في اي شيء، عندك مبلغ مالي، اول حدا في مبلغ مالي دايلك، المبلغ المالي ده هيفك كرب معاك او يفك زنقه او يفك حدا معاك، في مبلغ مالي دايلك كويس، ممكن نقول مكافاه او ردوع دين او حواله، في مبلغ مالي دايلك باذن الله تعالى، عندك عتبه جديده، العتبه جي مسكن او عتبه جديده فيها راحه ليك، عندك هنا حد حيران، ارى الحبيب، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك كمان،
في نقلة عندك وتغير جذري بأمورك، يعني عندك حالات كثيرة فيها الفرح عليك، لأنك اللي تعبت، حصل مشاكل معاك كبيرة، حصل معاك تعب كثير، تعبت. بتقول امتى؟ بتقول هانت، عمال تصبر في نفسك، تقول هانت ان شاء الله بكره تنحل، وهتنحل هتنحل. في مكالمه ديالك، المكالمه دي فيها شغل ليك او وظيفه، في وظيفه عندك ديالك، وظيفه او شغل او حاجه من سبب المكالمه دي. في شراء بيت، شراء بيت او تغير محل اقامه، منكم عاوز يشتري بيت او عايز يشتري مسكن او عايز ينقل من المكان اللي فيه، عندكم شراء منزل باذن الله تعالى او شراء بيت باذن الله، وفي تغير اقامه. في شفاء من مرض، من مرض واستقرار صحي لحد قريب على قلبك، عزيز عليك، اهلك، من قرايبك، من اصحابك، اصدقائك، ده عزيز على قلبك. عندك نصرة برضو، يعني هتنتصر باذن الله تعالى. الناس دي اذتك، كسرت قلبك، درحتك، خزت مالك، اذتك كتير، تعبتك، وانت مش عارف تاخد حقك. عندك نصرة بإذن الواحد الأحد، عندك نصرة بإذن الله تعالى. بس أرى في أراكم يعني تعبانين، وتفكيركم مشتت، عمال تفكر 24 ساعة، محتار، مش عارف تاخد قرار، تعبانين وتفكيركم مشتت. بس في أيام حلوة، في تغير للأفضل، في مشكلة عاطفية حصلت، في مشاكل عاطفية حصلت أو مشكلة عاطفية حصلت ما بينكم، وعدم استقرار. هدي نفسك وبالهدوء، كل حاجة راح تنحل، بلاش العصبية، بلاش المشاكل، هدي نفسك، كل حاجة هتنحل، لأنه ورا عندك كل ده من سبب السحر. في شفاء من السحر أو من المس القديم، في منك البنات أو أخواتنا الشباب، في مس عندك قديم، مس قديم، في شفاء من السحر أو من المس القديم، في شفاء من السحر أو من المس القديم، عندك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. انتم بس عليكم مراقبة، عليكم مراقبة، في حد بيراقبكم، عليكم طاقة مراقبة، في حد عمال يراقبكم، يعني حاطط عينه عليكم، عايز يوصلكم بأي طريقة، عايز يوصلكم، ده عمال يراقبكم مش كويس. الشخص ده بيحاول يأذيكم، عمال حاطط عينه عليكم بيراقبكم الشخص ده. بس هنا عندكم يعني الشفاء لأحد الأقارب، الشفاء لأحد الأقارب، بلاش الكسل، بلاش الخمول اللي عندك، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج منها، اطلع من الطاقة دي، بلاش الطاقة، عشان عندك سوف تفاجأ، عندك هتفاجأ بحد ديالك، روحك هتحيا من جديد. الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك، سوف يحدث كل شيء فجأة، لأنك تستحق، إنك تستحق هذا، أنك تستحق، لأنك صبرت، كفحت، وصلت لهدفك، ساعدت ناس كتير، مش استنيت منهم المساعدة، لكن أنت ساعدت الناس كلها، حب الخير للناس، عندك روحانياتك شديدة، حافظ على روحانياتك، إزاي؟ بلاش الكلام. انت عندك احساس كويس، بتحس بالحدا قبل حدوثه، بتحس بالشخص اللي قدامك ان كان صادق او ان كان كذاب، بتشعر بالشخص اللي قدامك، بتحسه قبل ما يتكلم، تبقى انت عارف عايز ايه او عينه فيها ايه، واكتر حدا رؤيتك المناميه. حافظ على رؤيتك المناميه، تحافظ عليها ازاي؟ بالاذكار الصباح واذكار المساء والتحصين قبل النوم، لان الشيطان بينسيك، لان فيها طرق صحيحه ليك او اتجاهك للطريق الصح ليك، بس الشيطان بينسها لك، السحر او المس بينسها لك، فانت حاول تخلص من السحر او المس عشان تقوى روحانياتك وتتعلم. يمكن عندك كمان هنا في تغير في حياتك، ممكن يكون كليا حياتك تتغير. المكانة عالية كمان بفضل الله تعالى، عندك فترة انتقال للأفضل، يعني تخص حياتك العاطفية أو الأسرية، في عملية شراء، بتشتري إيه؟ أرى في عملية شراء بيع أو شراء ناجحة، في عملية شراء أو بيع دي ناجحة، فيها نجاح ليك، يعني البيع ده أو الشراء ناجح بإذن الله تعالى، عندك يعني طاقة شراء أو طاقة بيع، هي ناجحة، أو مشروع، أو في مكافأة ليك. مكافأة أو هدية، هي خلاص ما بين إيديك، المكافأة دي من بين إيديك أو خلاص يعني بين إيديك، وخروج الشر من حياتك، والست دي راح تنشغل بعيد عنك، هتنشغل بعيد عنك.
انت طبعا عايز تحصن نفسك منها، عمال تفكر اه ازاي ابعد نفسي منها ما اخليهاش تاذيني، هي هتنشغل بعيد عنك، ربنا يشغلها بعيد عنك بالمرض اللي هيديلها او بالتعب اللي هيديلها، هتنشغل هتنساك مش هتعرف توصل لك، مش هتعرف تاذيك تاني، هتنشغل بعيد عنك. ورجوع حق ليك، حقك رادع، حقك رادع، مهما توصل مهما تعمل حقك رادع لك باذن الله تعالى، حقك ليك رادع، لان ارى الدمعه نزلت من عينيك بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل كانت مكرره على لسانك كثير، حقك رادع باذن الله تعالى، ونصر على الظالم ببركه ذكر الله، ببركه ذكر الله. في خبرين هنا حلوين، الخبرين دول حلوين هيسعدوا قلبك في الطريق ليك، في الطريق ليك. هم الخبرين عند في عوده للمنفصلين، في عوده، ارى في عتاب، لا عتاب ما بينكم، عتاب حد وسطيكم متدخل، وحدة أو واحد متدخل وسطيكم وحصل ما بينكم عتاب أو مشاكل، حصل ما بين هيحصل، وفي عودة، في عودة، في عودة ليكم، يعني عودة بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك هنا العتبة دي اللي هتشتريها، لأنها اشتراك البيت، بيشتري منزل، المنزل ده هو اللي هيكون فيه الراحة ليك، أراك يعني فرحان، سعيد، سعيد. عندك حل مشكلة كمان، المشكلة دي كانت المشكلة دي كبيرة، كانت مدمرة حاجات كثيرة في حياتك. عندك هتحل المشكلة دي. المشكلة دي خلاص حد هيتدخل معاك وهتحلها، هتحل المشكلة دي خلاص. بس هي مشكلة كانت ممكن توقعك في وضع كبير. والمريض اللي عندك راح يشفي اللي أنت زعلان عليه. هو عندك يعني بس احتفظ، عندك حلم مزعج معاك. ممكن تحلم بكلاب، حيوانات، ثعابين، سود، رؤيات منامية، تعباك، عندك رؤياتك المنامية يعني هي من السحر اخواتنا في الله، اخواتنا في الله من السحر. ورؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح جدا، وتوقعاتك في محل، توقعاتك اللي بتوقعها في محل، لان انا قلت لك عندك روحانيات عالية، فتوقعاتك للحدا اللي حواليك صح، وتوقعاتك كمان في محل. كل حاجه بتتوقعها، طاقتك السلبيه اللي عندك دي اللي الغيمه اللي حواليك، الغيمه اللي على عينيك اللي مش خلاك عارف تركز، عارف توصل لهدفك، هتخلص من الطاقه السلبيه، لان طاقه ايجابيه قادمه ليكم، النور هيكون حواليك وهيكون حواليك يفتح لك جميع الابواب، طاقه النور حواليك، الطاقه الايجابيه دي خلاص قادمه ليك، عندك احساس بالقوه طاغي. عندكم هنا في اختبار من ربنا انت بتمر بيه، انت بتمر بيه، وعايزك محتاج يعني تحكم عقلك وتلغي قلبك ده، تلغي قلبك علشان تمر بسلام من الاختبار وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك باذن الله تعالى. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، الشخص ده هيعترف لك بالحب، الشخص ده هيعترف لك بالحب، في اعتراف يعني بالحب ليكم، او ممكن يعني او ربما تكون صداقة او علاقة عابرة هتتحول لموضوع يعني جد يعيد لحياتك الفرحة. فانا عارف في زعل جواك، زعلان، في زعل جواك، وبتحاول يعني تضحك وما تظهرش ضيقتك، صدقني ربنا يهونها عليك وهتعدي على خير، وعوض ورزق كبير دايلك من ربنا بيكون قريب منك باذن الله تعالى، بعد التعب والعذاب سنين خلاص هانت ديالك النصره. اراك برضه يعني زعلان على احباء اطفالك او زعلان على اخواتك، حصل ما بينهم مشاكل، مكسورين، مجروحين، بتحاول تساعدهم على قد ما تقدر، بتحاول توصلهم للهدف الصح، بتحاول تخليهم مع بعض او ما يبعدوش، ان شاء الله كل شيء هيكون في في ظنك باذن الله تعالى، وربنا يشغل هاي الساحره او هاي الست عنك، ربنا يشغلها بمرضها، بتعبها، هتنشغل عنك وستفادى بالافراح والقادمه، لان الفرحه في ارض بيتك. فرحة يعني انت منتظرها، منتظر الفرحة دي، هي في ارض بيتك الفرحة، ممكن بخطوبة لما زواج باذن الله تعالى، في بشرى بمولود، بشرى بمولود، ان شاء الله لو بتفكر في المولود او الاطفال، لو عندكم اطفال في فرحة، في فرحة باطفال، ان شاء الله يكون نداح في المدارس باذن الله تعالى، عنده نداح في امتحاناته، او بشرى باطفال جديدة بحمل، ستبدل كل احوالكم باذن الله تعالى للاحسن. ستبدل. بابك خلاص، باب الحظ، باب الفرحة، الباب اتفتح قدامك، الباب اتفتح، يعني هك كل شيء، واللي يعني اللي مسحلك وانت يعني في حد مسحلك برضو،
الشخص ده مزعلك، يعني انت مش عارف تعاتبه، مش عارف يعني في حد زعلان انت في قلبك منه، قلبك مكسور منه، وهو معاك ومعاك بس انت مش عارف تعاتبه او مش عارف لانك خايف برضه على زعله، خايف على زعله، مع انك انت زعلان بس مش عارف تعاتبه لانك خايف على زعله، لان وراك برضه مريت بطائفه يعني برضه ماليه مريت بيه، وربنا كرمك ورزقك بمال لم يكن في حساباتك، وعندك برضه يعني الفرحه ديال، وطاقه المال قويه، طاقه المال قويه، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز كويس، يعني المبلغ ده قدامك خلاص 3 خطوات انت كنت محتاجه، كنت محتاجه باذن الله تعالى قدامك المال. اللهم صل على سيدنا محمد. في حاجه حلوه قوي هتحصل معاك قريبه انت منتظرها بفارغ الصبر، ودي هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، لان انت زعلان وقلبك مكسور، هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، هتخرجك. في شخص هنا بيحبك قوي، بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي، لكن اراه بعيد عنك، مش عارف يقرب منك، او مش عارف يوصل لك، او مش عارف يقرب منك. ان شاء الله تكون حياة جديدة ما بينكم باذن الله تعالى. القلق اللي عندك والخوف رق القال وعلى حد مسدون، او عندك اوراق بتخلصها في المحاكم، او حد مريض، او حد مسدون على قلبك، او قريب يعني على قلبك او عزيز عليكم، في مكالمه هتفرحك بسببه، يعني مكالمه هتديلك هتفرحك بسببه المكالمه دي، ممكن يكون خروج، هيخرج من الازمه، او تم شفائه، او تم العمليه بنجاح، او هكذا. في مشروع انت داخل فيه، مشروع شغل، وظيفه، مشروع عمل، نجاح، لان اراك قلقان منه، خايف ما يقبلكش، خايف تفشل في الموضوع، في المشروع او الموضوع اللي انت فيه، قلقان علي المشروع ده. ان شاء الله في نجاح، في طاقة نجاح باذن الله تعالى، المشروع ده راح ينجح معاك، لان طاقة النجاح قريبة باذن الله تعالى، راح تنجح في المشروع ده وتحقق هدفك. بس اكتر حدا بلاش الكلام، بلاش الكلام فيه، بلاش تتكلم في طموحاتك او اهدافك او شغلك او وظيفتك او مستقبل، بلاش كثرة الكلام، بلاش. في مناسبة حلوة، ويعني مناسبة حضور حفلة، او مناسبة في ارض بيتك، عندك مناسبة حلوة باذن الله تعالى، المناسبة دي هتكون فيها فرحان، هتكون فيها سعيد. في طريق سفر برضو قدامك، حد هيطلب منك تسافر، او انت عايز تسافر لشغل او فسحة او شغل، او يعني في طريق سفر قدامك مفتوح بس لسه انت ما دخلتش فيه، الطريق ده مفتوح قدامك، طريق السفر بس لسه ما دخلتش فيه، واللي حصل انفصال اللي كان بسبب السحر احبابي في الله، السحر ان شاء الله راح تفك السحر، وراح يخرج من بيتك كل شيء بالاذى، بيخرج كل شيء باذن الله تعالى، وتعيش في الراحه والامان، والشغل قدامك مفتوح باذن الله تعالى. واكثروا من الاستغفار، واكثروا من الصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كله احبابي في الله، فضلا وليس امرا. ادعموا الفيديو باللايك، وانزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. وان كنت بتعاني كما كنا السحر او المس او من تعطيل او من اي شيء، داخل القناه كل هذا، يلا تدخل داخل القناه، تطلع لفوق الفيديوهات هتلاقي نزل على هذا السحر وعلى هذا المس وعلى هذا التعطيل وعلى هذا القرين وعلى هذا التابع، كل شيء في الفيديوهات خططت لكم علاجات باذن الله تعالى. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم.